السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر روبوتك. الحلقه اللي الناس كلها كانت مستنياها، استراتيجيه ربح موقع اختصار رابط، مش عارفين نجيب زوار، مش عارفين نجيب ناس عشان نكسب، مش عارفين. انا هقول لك النهارده على طريقه مجربه مضمونه سهله للمبتدئين وللمحترفين وكل الناس ممكن تستخدمها. طريقه بسيطه خالص، مفيش اي مشكله فيها، ولكن عايزك تستخدمها صح عشان ما تتحطش في قائمه اللي هنتكلم عليها دلوقتي. فانا عايزك تستخدمها صح، تمام؟ يعني ده شرطي الوحيد، انك تاخد الطريقه دي وتستخدمها صح. الحاجه التانية اللي حابب اقولها ان الطريقه دي مش انا اللي مخترعها ومش انا اللي قايلها، لا، اتنشرت قبل كده في قناه انا يعني شفتها مؤخرا في قناه، هسيب لك اسفل الفيديو، هسيب لك الطريقه بتاعته اسفل الفيديو، يعني لو انا نشرها عشان بس نكون مدين الناس حقها. وشفت كمان الطريقه دي موجوده على مشروح، ايوه اسمها مشروح، تمام؟ السايت بتاعهم مشروح، اعتقد مشهوره قوي القناه بتاعت مشروح دي، مشهوره جدا. فيعني برده كانوا نشرين حاجه زي كده من فتره، من زمان، ممكن من سنتين ثلاثه يعني. فبدون ما نخش في تفاصيل كتير، خلينا على طول نخش في الطريقه عشان الناس تفهم. الموضوع بسيط جدا، هو عن طريق انك هتبعت ايميلات. طيب اي حد ممكن يبعت ايميلات، ولكن الفكره انك بتبعت 1000 ايميل مره واحده، لما تبعت 100 ايميل مره واحده، لما تبعت 500 ايميل مره واحده لناس كتير ما تعرفهمش، فدي احسن. ممكن نستخدم الطريقه دي في اكتر من حاجه. الفكره ان الاستراتيجيه دي مش اختصار رابط بس، انت ممكن تستخدمها في اكتر من حاجه. ممكن تستخدمها في انك اتكلمت بسرعه قوي، ممكن تستخدمها في انك تروج لاي حاجه لروابطك، ممكن تستخدمها انك تروج ليك، ممكن تستخدمها انك تروج لقناتك، لموقعك، لميت حاجه. ولكن الفكره بقى انك تستخدمها صح، انك تستخدمها في الحاجه اللي تستاهل. عشان انت بعت الايميل الاولاني ما تردش عليه، بعت الايميل الثاني ما تردش عليه، بعت الايميل الثالث ما تردش عليه، بقيت سبامر، بقيت في قائمه السبام. فبالتالي ما تبعتش الحاجه لكل واحد 3 4 مرات، يعني اللي تبعت له مره ما تبعتلوش ثاني، تمام؟ غير بعدها بفتره، يعني لو انت حابب انك ترجع تستخدم الايميلات اللي انت استخدمتها قبل كده بعدها بفتره. فالفكره انك بالفتره اللي فاتت كلها عمال بيجيلي في ايميلات غريبه، مش عارف ايه اتر اكسب ايفون، اكسب ايفون اكس، اكسب جالاكسي اس 9، مش عارف ايه، والكلام ده عمال بيجيلي كتير قوي مسابقات. ده عشان اتكلم عن الاستراتيجيه دي، اتكلم بيها في حته المسابقات. كل الناس بدات تشتغل بالمسابقات، ولان انا حاطط ايميلي في الوصف، معرفش الناس ده بعمل كده، بس انا حاطه والله بنيه سليمه يعني، فانا حاطط ايميلي في الوصف، فالناس بتبعت لي عليه كل شويه الحاجه دي عشان الناس واخده ايميلي من الوصف. ولكن انا ممكن اقول لك انت ممكن تجيب ايميلات منين كمان شويه، خلينا نكمل في النقطه دي. فانا كده حطيت نص الناس اللي بتبعت لي دي في السبام، فالناس دي كلها بقت سبامر او سبامرز يعني. المهم انا مش عايزك تبقى كده، انا عايزك تبعت الحاجه الترند، الحاجه اللي الناس هتستفيد منها. حتى لو مفيش حاجه ترند، ابعت اخبار، ابعت فضائح، ابعت حاجات لناس، ابعت حاجات مهتمين، ابعت حاجات الناس تهتم بيها. يعني مثلا لو انت دخلت على ايميلات بنات، لو انت معاك مثلا 1000 ايميل بنت، هتعمل ايه بايميلات البنات؟ هتخش تكلمهم؟ لا مش هتخش تكلمهم في الربح. هتعمل انك هتخش تبعت لهم ايميلات عن طريق مثلا حاجه للتجميل، حاجه للتخسيس، حاجه هتفيدهم، حاجه فعلا مش هيقولوا ضيعت وقتنا على الفاضي، اختصرت الرابط وحملنا ملفات ولا عملنا ايه ودخلنا على حاجه ولقيناها حاجه مش مهمه، حاجه على الفاضي. لا، انت حط لهم حاجه فعلا تفيدهم وقت الثانويه العامه، وقت الامتحانات، وقت ثالثه اعدادي، الكلام ده كله، الشهاده، النتيجه على النت، بدل ما هم يدوروا ليه، ما فجاه يلاقوا حد بعت لهم ايميل بيقول لهم اتفضل خد النتيجه اهي، فيخش يلاقي رابط مختصر هيعديه بكل هدوء وكل سلامه، هيقول لك اتفضل يا باشا النتيجه بتاعتك وهات لي الفلوس اللي انا عملتها، فلوس اختيار رابط. بس موضوع بسيط جدا. ليه بقى تقعد تبعت لي في مش عارف ايه، في رساله اربح ايفون، في رساله اربح سامسونج، مش عارف ايه؟ ده تخلف. واغلب الناس دلوقتي ما عادتش بتصدق الموضوع ده على فكره، موضوع انك تكسب مش عارف ايه واربح ايفون والحاجات دي كلها، ما عادتش بتصدق، ومحدش عم بيخش على الروابط لان بيفتكروا انها هاكر وحاجات غريبه كده، تمام؟ فخد بالك اهو من انك ما عندكش تبعت حاجه انك تكسب حاجه، لا، ابعت لهم حاجه هم محتاجينها، حاجه هتفيدهم، ابعت لهم حاجه فعلا هما يعني هيخشوا عليها، حاجه يخشوا عليها. يبقى دي الطريقه الصح انك تستخدم الطريقه والاستراتيجيه دي. طيب ازاي نبعت 1000 ايميل وازاي نعمل الكلام ده كله؟ الموضوع بسيط جدا. طيب بصوا يا جدعان، انا كنت بحسب الموضوع بسيط وسهل ومش عارف ايه، هو فعلا الموضوع بسيط وسهل، ولكن عايزك تركز معاه شويه، تمام؟ اول حاجه دي النسخه الجديده للبرنامج، يعني النسخه دي قليل قوي اللي شرحها ومش عارف مشروحها اصلا بتاع عربي ولا لا، لكن دي النسخه الجديده. تاني حاجه مش مفعله، انا ما حاولتش ادور على تفعيل لسه لحد دلوقتي، ولكن انا مش هعملها مفعله دلوقتي، يعني انا مش هفعلها دلوقتي في الشرح ده. لو لقيت لك تفعيل هتلاقيه في الوصف، فركز معايا ونشوف هنعمل ايه، وهنجرب قدامك دلوقتي ازاي هنرسل ايميل من البرنامج ده، وازاي ممكن ترسل ايميلات، وازاي ممكن تحط الايميل بتاعك.
خطوات بسيطه جدا هتعملها. اول حاجه انك لازم يكون الاكونت بتاعك ياهو. ياهو ليه؟ ليه مش جيميل؟ ليه مش روسي؟ ليه مش ياهو؟ ليه مش ام اس ان؟ ليه مش هوت ميل؟ مش عارف ايه. لا لازم يكون ياهو عشان ياهو اسهل، وهتعرف ليه دلوقتي. تمام، انا الايميل اللي انا حاطه ايميل ياهو، هنقول له ديليت اهو وعايزين نحط ايميل. تمام، هتخش هنا، لو حطيت جيميل هيحصل لك مشكله كده رخمه وهتقعد تحاول تحلها وحاجه رخمه جدا، فبلاش، حط ياهو احسن بالشكل ده. حط الباسورد تمام بالشكل ده، وبيقول لك ان عايز ترسل في اليوم كليمت، يعني في اليوم 500 وفي الساعه 100. قول له وليكن مثلا هرسل في اليوم 10,000 وفي الساعه خليها 100. قول له سيف. تمام، مفيش اي مشكله، هيطلع لك الصفحه عادي جدا. طيب ايه المشكله اللي هتقابلك في ياهو برضو؟ لان كل حاجه ليها الحته بتاعتها. هو هنا وافق عادي، لكن هيقابلك مشكله صغيره خالص. هتفتح يعني على طول اول ما تضغط على ياهو هيتفتح لك الصفحه اللي انت تشوفها قدامك دي. تمام، الصفحه دي، الصفحه دي اول حاجه هتطلب منك تسجيل دخول الياهو بالظبط زي ما حصل قدامك كده، تسجيل دخول باكونت الياهو بتاعك. مفيش اي مشكله، هتخش وتكتب كلمه السر عادي جدا. هتنزل تحت وهتلاقي السماح للتطبيقات التي تستخدم تسجيل دخول اقل امانا، هتلاقيها مقفوله زي دي كده، هتفتحها بس، مش محتاج منك اكتر من كده. هنخرج بقى من دي عشان الموضوع طلع اسهل بكتير في النسخه دي، يعني النسخه دي مسهله الموضوع جدا. طيب ناخد كل حاجه من دول كده ونفهمك دي بتعمل ايه. دي المسجز، دي الرسائل بتاعتك. تمام، وليكن عايزين نرسل الرساله دي مثلا ونسميها اسم، يعني مثلا عايزين نسميها اسم، وليكن اي، هنخلي مستر بومتك برضو. تمام، موضوع بسيط جدا، قول له ان دي النيو مسج، قول له سيف. تمام، مفيش اي مشكله. تمام، بعد ما عملنا المسج تقول له اكس هنا، وبعد كده تقول له الكونتاكتس. ازاي نجيب ناس؟ هتخش على ايميل اكستراكتور. الموضوع هنا بسيط جدا يا جماعه، كل اللي بتعمله بس انك بتحط هنا كيورد وليكن مثلا احمد. تمام، وتقول له هنا البلاد اللي انت عايزها، احمد ده منين مثلا، نقول له من مصر. وهنا تقول له سيرش جوجل. تمام، فجوجل دلوقتي بيعملك سيرش على الايميلات اللي موجوده في محرك البحث جوجل واللي فيها كلمه احمد. انت ممكن تحط حرف الاي، ممكن تحط حرف البي، ممكن تحط حرف الاتش، يجيب لك كل الاسامي اللي فيها حرف الاتش. تضغط هنا اوكي عشان هو هنا يبدا يدور. تمام، ممكن تحط اي حاجه وتحط الاسامي اللي انت عايزها، تحط الحاجه اللي انت عايزها. الموضوع بسيط جدا يا جماعه، هيبدا هو يجيب لك ايميلات في كلمه ريزلتس. لكن في مشكله طبعا هتقابلك، ان البرنامج مش مفعل، وان شاء الله زي ما قلت لو لقيت لك تفعيل باذن الله سيبهولك في الوصف. تمام، فنسيبه يخلص. تمام، زي ما انتم شايفين هنا بدا ان هو يجيب ايميلات، هياخد شويه وقت كده عما يخلص. زي ما انتم شايفين بدا هو يجيب ايميلات، فهنقول له كانسل خلاص، يعني مش عايزين اكتر من كده، احنا زي الفل كده. تمام، هو جاب لك هنا مثلا 5 ايميلات، هو يقدر يجيب لك لحد يعني 10,000 30,000 50,000 ايميل. لكن هيحصل لك مشكله واحده، ان انت مثلا لما تيجي تضيف الايميل ده تقول له تعالى للكونتاكتس، هيقول لك هنا ايه ان لازم انك تشتري الـ البرنامج. فزي ما قلت لكم يا جدعان، ان شاء الله لو لقيت لكم الموضوع مشي، يعني لو لقيت لكم التفعيل باذن الله هتلاقوا الموضوع ده كله في الوصف. تمام، فالموضوع هنا عايز تفعيل، فنقول له تمام مفيش مشكله خلاص. فاحنا كده تمام، معانا كام كونتاكتس اللي كانوا معانا يعني قبل ما نعمل الحركه دي؟ معانا بالظبط 5. تمام، فعايزين نرسل لهم رساله. الرساله اللي احنا عملناها بتاعت مستر موتي كده عايزين نرسلها، تقول له ايزي سند، وتحدد الخمسه دول زي ما انت شايف كده، تحددهم كده كلهم وتقول له هنا ارسل، وبعد كده تقول له ارسل المسج دي للناس دي. ولكن يعني مش عايزين نرسل حاجه للناس ما نعرفهاش، يعني انا مش عايز ارسل اسم قناتي للناس ما نعرفهاش، يعني مش ناقصه يعني. فنقول له سند. تمام، فهيرسل للايميلين بتوعي اللي انا كنت حاططهم، فنشوف كده هيوافق ولا ايه. ادي اول رساله. تمام، ونشوف الرساله الثانيه. بصوا يا جدعان، هو هنا استنى 20 ثانيه بين الرساله الاولى وبين الرساله الثانيه عشان الايميل بتاعك ما يتاخدش كسبام. انا هنا حط 20 ثانيه، انت ممكن تخليها دقيقه، ممكن تخليها 5 ثواني، ممكن تخليها 10 ثواني زي ما انت عايز. تمام، ولكن سيبها 20 ثانيه لان ده المعدل الكويس. المسجتين او يعني الرساله اللي انا بعتها، بعتها الايميلين دول اتبعتوا، مفيش اي مشكله. تمام، مفيش اي حاجه، ودلوقتي هنفتح ونشوف المسج، ولكن عايزين نشرح لك بقيه الحاجات. فنرجع مره ثانيه ونقول ده هنا بتحط الايميل اللي انت عايز ترسله، وقلت لك ترسل ازاي، وقلت لك تعملها ازاي. هنا بتحط المسج اللي انت عايز تبعتها، وهنا بتحط الحاجات اللي انت عايز تبعت لهم، الايميلات انت عايز تبعت لهم، وقلت لك ازاي تجيب ايميلات عن طريق ايميل اكستراكتور، وهقول لك ازاي الطريقه الثانيه دلوقتي. وهنا ايزي سند طبعا للطريقه اللي بترسل بيها، مالكش دعوه بالحاجات الباقيه دي. حاجه غير ايميل اكستراكتور، انك ممكن تخش طبعا على قناه اليوتيوب اللي بتنشر
ايميلات اللي بتنشر حاجات ويقول لك مسابقات، مسابقه مش عارف ايه، ومسابقه يربح ايفون والحاجات دي، بتخش تاخد الايميلات اللي في الكومنتات وتحطها على الموقع اللي انت هتشوفه قدامك ده، بتاخدها بالتعليق بكل حاجه. تمام، يعني انا بس والله حاولت ادور لكم على مسابقات ولكن مش عارف ايه، المسابقات اختفت ولا ايه. فالمهم يعني يا جدعان بتاخد التعليق بالكلام بتاعه بكل حاجه، يعني بتاخد مثلا 100 تعليق بالايميل بالكلام اللي هم حاطينه بكل حاجه، وتقول له هنا بيست وتقول له هنا اكستراكت، بياخد الايميلات بس. تمام، وبعد كده بتاخدهم وبتحطهم في نوت باد، يعني مثلا تحط ايميل جنب ايميل جنب ايميل، هو بيحطهم يعني بتاخدهم بس انت كوبي تحطهم بيست، هم بياخدهم كلهم مع بعض. تمام، وتقول له هنا سيف از، وتكتب اسم الحاجه، وبعد كده تخش هنا تاني وتقول له هنا كونتاكتس. تمام، موضوع سهل جدا، تقول له هنا امبورت فايل، امبورت فروم تكست فايل، وبتعلم على التكست بتاعك والف مبروك، مفيش اي مشكله، وبتلاقي الايميلات كلها اتضافت معاك. تمام، بس مره تانية محتاجين برضو ان احنا نفعل البرنامج. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نجيب ايميلات بطريقتين، وعرفنا ازاي ان احنا ايه نرسل ونعمل الكلام ده كله. طب قلنا ازاي كمان هنستخدم الطريقه. تمام يا جدعان، زي ما انتم شايفين المسج اترسلت اهي، وهنا اتغيرت اهي، بقت مستر بومتك زي ما احنا غيرناها. تمام، بقت مستر بومتك زي ما انتم شايفين اترسلت اهي، دي المسج اللي احنا لسه راسلينها، اتبعتت حالا من 0 دقيقه، يعني لسه مبعوت حالا 12 و15 دقيقه. فكده العمليه نجحت، كده انت ممكن تبعت ايميلات اللي انت عايزها لاي حد باي عدد، ولكن بس بمجرد انك تفعل الموضوع ده. الموضوع ده فعلا لو مرفوض، لو ملوش تفعيل انا برجح ان انا اشتريه، انا ممكن اشتريه بجد لو ملوش تفعيل، لان فعلا الموضوع ده مفيد جدا جدا جدا. وفعلا كنت بحسب الموضوع اسهل مما الموضوع ده، ولكن فعلا الموضوع خد مني بتاع مثلا نص ساعه لحد ما فهمت الموضوع كله ماشي ازاي، لان انا فعلا ما كنتش عارف اضيف ايميلي الجيميل من شويه، ولكن الموضوع كان رخم شويه، عشان كده استخدمت ايميل ياهو، كان اسهل بكتير، والياهو برضو بيقدر يرسل لكل الناس زي الجيميل بالظبط، فاستخدم الياهو اسهل لك. يعني زي ما انتم شفتوا يا جماعه الطريقه بسيطه، الطريقه سهله، ولكن عايز منك شويه تركيز، شويه فهم بس كده في الاول، والموضوع هيمشي معاك عادي جدا. اهم حاجه تحط مسج كويسه، وخلينا بقى نرجع تاني للكاميرا ننهي الحلقه، لان انا نهيت الحلقه قبل كده وهنهيها تاني دلوقتي بعد ما سجلت الموضوع ده. فيلا ننهي الحلقه. بس كده يا يعني ايه بقى اللي حصل اللي حصل ده كله؟ ان انا كنت فاكر الموضوع عادي وسهل وبتاع، جيت ان انا اخش على البرنامج ببص لقيت في نسخه جديده احسن ومش عارف ايه واسهل، فقمت ايه شرح لكم النسخه الجديده، لان كنت ايه ناوي اجيب لك بي رول كده الحاجات اللي بتحصل وانا بتكلم وخلاص، ولكن لقيت الموضوع فعلا محتاج انك تفهم. ما كنتش عايز بقى الكومنتات اللي اقول لك لا انت ما شرحتش دي وما عملتش دي، لا انا كنت عايز بس اجيب لك الموضوع بمشاكله بدنيته كلها، بحيث ايه ان انت تبقى عارف وفاهم كل حاجه ماشيه ازاي. فشرحت لك الموضوع كله بالتفصيل، اتمنى ان شاء الله اكون شرحته صح، واتمنى اكون فهمته لك، وانك اهم حاجه تكون انت فاهم بس انا عملت ايه وفاهم الموضوع ماشي ازاي. يعني ان شاء الله يكون سهل عليك. والطريقه اللي انا شرحتها بيها دي والبرنامج ده النسخه دي محدش شرحها قبل كده تقريبا في المحتوى العربي، او يمكن يعني قليل لو لقيته. فبصراحه البرنامج ده ممتاز جدا، والنسخه الجايه دي ممتازه اكتر، وان شاء الله باذن الله لو لقيت لك تفعيل البرنامج ده هتلاقيه في الوصف. ما لقيتلكش تفعيل، ما لقيتوش في الوصف، هتلاقيه طبعا يعني لو ما لقيتوش في الوصف في المدونه، يعني هتلاقيه باذن الله اول ما هلاقيه في صفحه الفيسبوك، وهتلاقيه في الكوميونتي، وهتلاقيه في اول كومنت ممكن ان انا اخليه لك بند يعني فوق. تمام، ولكن يعني ايه لو لقيت، لو ما لقيتش فاستنى لحد ما الاقي، او انت كمان اقعد دور كده، ولو لقيت يا ريت تسيبه في كومنت، وباذن الله خليه يعني بند للناس. انا زي ما قلت لك لحد دلوقتي لسه ما دورتش اصلا على اي حاجه، لسه ما دورتش، وانا قلت ايه اشرحه لك وهو لسه ما فيهوش اي حاجه. ولكن لو اتفعل بيرسل لحد 20,000 ايميل في الساعه، وانت متخيل ارقام كبيره يعني. تمام، و20,000 ايميل دول 20,000 شخص، يعني دول ناس يبنوا قناه لسه جديده. فركز قوي واعرف تستخدمها ازاي، وتستخدمها فين، وتستخدمها امتى. وانا اسف انا شكلي كده طولت عليكم، فاكر الحلقه اللي انا عملتها هناك اللي هو يعني شرح البرنامج نفسه خد مني 20 دقيقه بالغلطات بالشغل ده، ان انا فعلا غلطت كتير، لان طبعا مش متعود على النسخه الجديده، انا اتعودت على النسخه القديمه، النسخه الجديده يعني فيها حاجات مختلفه شويه. تمام، ان شاء الله تكون عجبتكم، وباذن الله اي سؤال ليك سيبه في كومنت، وما تنساش بقى بس كده يعني ما تنساش تعمل لايك للفيديو. انت عارف احنا قد ايه اتنفخنا النهارده وتعبنا النهارده لحد ما فهمت البرنامج وشرحته لك واحده واحده، وسجلت الحلقه دي 4 مرات لحد دلوقتي. حرام ما تعملش لايك، حرام اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه كنت اول مره تشوفني، يعني انت لو شفتني قبل كده ما اشتركتش، عجبتك الحلقه دي اشترك في القناه عشان تدعمنا ونوصل ل 30,000 مشترك، يعني وصلنا بقى يا جدعان 30,000 مشترك قبل نهايه
الشهر ده ممكن نوصل 2000 مشترك في نهايه الشهر ده. لسه كام؟ لسه 8 ايام والله. نقدر نوصل فيهم 2000 مشترك في ثانيه على فكره، عادي جدا لو انت بس كترت وعملت شير. كتر خيرك يعني، لو عملت شير وعملت لايك للفيديو ده ووصلنا الفيديو ده 1000 لايك، ساعتها والله العظيم هنوصل 30000 مشترك. حاول كده، جرب تعمل لايك للفيديو وتجيب ناس تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو في اي حته، وبس كده والله هنوصل 1000 لايك وهنوصل 30000. موضوع بسيط جدا. تنساش تبص تحت في الديسكريبشن على قناة او على الفيديو اللي عمله الشخص اللي عمل الاستراتيجية دي او يعني اللي شفتها عنده، بص عليها يمكن تستفيد، يمكن تعجبك اكتر. بص يمكن تستفيد. وانا مرضتش اتكلم على الاستراتيجية دي النهاردة على موقع معين او على موقع اختصار رابط معين. استخدم اللي انت عايزه، الموقع اللي انت عايزه استخدمه، واستخدم الاستراتيجية بالطريقة اللي انت عايزها. مش اختصار رابط بس، عندك ترويج، رفع ملفات، 100 حاجة ممكن تستخدم في الاستراتيجية دي. ممكن تستخدمها في انك تفيد الناس بدون ما تكسب فلوس، برضه خير وثواب ودعاء وحاجات حلوة. فاستخدموها بحكمة، دي اهم جملة، ان فعلا انت ممكن تبقى سبامر قد الدنيا بالطريقة دي، وانا مش عايزك تبقى كده، عايزك تستفيد وتفيد بس. شكرا جدا انك سمعتوني لحد الاخر، وبس كده يا جماعة. شكرا جدا عشان شفت الفيديو ده، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.